اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي وضيفكم الناقد الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت. منورنا يا استاذ علاء. كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك وتحياتي كل مشاهدين النادي الاهلي، وسعيد جدا ان انا اكون في ضيافتك مره ثانيه. دايما جمهور النادي الاهلي بيسعد لما بيشوفك على شاشه قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، ده وسامه على صدري والله، واتمنى دايما اكون من حسن ظنهم يا رب، دايما يا رب. نبتديها بقى مع الاشبال، واحنا برنامجنا الاشبال شفت ازاي عدد كبير من ناشئين النادي الاهلي الفتره السابقه في عدد كبير من المباريات بداوا ياخدوا فرصه، وبدات الناس يعني تشوف لعيبه النادي الاهلي وناشئين النادي الاهلي. طبعا في البدايه خالص انا كنت طبعا بدعم القرار ده بشكل كبير جدا، قرار مجلس الاداره كان قرار رائع في توقيت رائع. احنا كلنا كنا شايفين نجوم الاهلي الكبار مش قادرين، خلاص وصلوا لقمه الارهاق البدني والذهني والذهني تحديدا، كان خلاص اللعيبه تعبت بشكل كبير جدا، ما كانش عندهم قدره، مستحيل كان هيقدروا ينهوا الموسم ده. كان قرار ايجابي جدا، وفرصه كانت فرصه بقى ان الناس تشوف لعيبه النادي الاهلي الصغيرين، تشوف مستقبل النادي الاهلي. بس كنت حزين من تناول الاعلام، يعني الاعلام للاسف الشديد، الاعلام اللي كان بيطبل لانديه اخرى عشان بتشارك باثنين ثلاثه اربع لاعبين، لما النادي الاهلي يقدم فريق كامل من الناشئين ما نشوفش اشاره منه. يمكن شويه النتائج شويه ما ساعدتش، يعني ما كانش محظوظين بالنتائج لان التوقيت كان صعب بالنسبه لهم، النتائج ما ساعدتهمش ان هم ياخدوا حقهم الاعلامي. لكن يعني واكتر واحد كان اكتر واحد كنت زعلان قوي عليه كان الكابتن خالد بيبو، كنت متضايق قوي ازاي الاعلام ما يقدرش بيتكلمش على دور الكابتن خالد بيبو، ان هو ازاي في يوم وليله متضر للنار زي ما بيقولوا، يقدم فريق كامل من اللاعبين الصغيرين يخوضوا تجربه صعبه جدا 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 في توقيت صعب جدا جدا، وكل الانظار عليهم. دي مش بطوله كاس الرابطة عشان الناس ما تهتمش بيها، لا دي بطوله الدوري، والاهلي لسه عنده فرصه، والناس بتتكلم على المركز الثاني وبتتكلم على حاجات كتير جدا. فانا يعني زعلت جدا من الاعلام تناوله للوضع ده، وصعب عليا جدا، او زعلت جدا على عدم تقدير الاعلام لدور الكابتن خالد بيبو، ان ازاي واحد في يوم وليله قدم للناس فريق كامل واكتر من فريق، يمكن ده خلاني دفعت شويه. بقى لها فتره قطاع الناشئين وما بيقدمش كان زمان لما قطاع الناشئين بيقدم لعيب واحد الناس بتحتفي بيه، دلوقتي ما شاء الله انت بالزمان انت بتقول زعلاء، يعني النادي الاهلي بيقدم فريق. هسيبك تكمل النقطه دي، لكن الموقع الرسمي للنادي الاهلي منذ قليل، الاهلي يشكر شركه الكره ويؤكد على تقديره الكامل لجهودها. قرر مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه مساء اليوم التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لقاه مجلس إدارة النادي من جانب الأستاذ ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، ونائبه المهندس مصطفى فهمي، والكابتن علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، وتوجيه الشكر والتحية إليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم، وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت. كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد. ده على الموقع الرسمي للنادي الأهلي منذ قليل. اتفضل يا زعلان، حضرتك كنت بتكمل او تتكلم عن دور الكابتن خالد بيه وفي قطاع الناشئين. يعني يمكن كمان يعني كنت براقب الاعلام، بشوف الاعلام هيتكلم ازاي على التجربه دي، ازاي الاعلام هيحتفي ان النادي الاهلي في وقت صعب جدا قدر يقدم اكثر من 13 14 لاعب او ناشئ جديد للكره المصريه، مش للنادي الاهلي بس. ليه تجاهل كبير جدا للاسف من الاعلام للناشئين النادي الاهلي دول، حتى كمان لما النادي الاهلي كان في التجربه الاصعب ليه كاس العالم للانديه، لما كان عنده 14 غياب وولد صغير اسمه محمد مغربي، اول مباراه رسميه ليه مع النادي الاهلي كاس العالم للانديه، يعني ازاي لعيب زي ده، او ازاي تجربه زي كده ما تاخدش حظها الاعلامي. بنشوف ان الناشئ تاني بيلعب في نادي في مباراه ويعمل اسيست الجول من الدنيا بتقوم ما تقعدش، وان قطاع الناشئين في النادي ده مبهر ومش مبهر، حتى بدون بغض النظر عن نتائج قطاع الناشئين. يعني لما تشوف حتى قطاع الناشئين في النادي الاهلي، خلينا في البطولات حتى على مستوى قياس البطولات، يعني النادي الاهلي واخد 50% او اكثر من 50% من بطولات القطاعات الناشئين كلها على مختلف المراحل السنيه. ده اللي دفعني شويه ان انا اكلم كابتن خالد بيبو، وعملت معاه حوار مطول في مجله النادي الاهلي، وحسيت قد ايه هو حزين ان 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 الناس بتقلل او بتهاجمه كمان، كانت بتهاجمه بشكل كبير جدا، بتهاجمه بشكل كبير جدا، اللي هو درجه
كان بيقول ان كان نفسي اطلع اتكلم واقول احنا بنعمل كذا. الناس كانت بتهاجم قطاع الناشئين في النادي الاهلي لحد ما الفرصه جت. فبقول له طب انت كنت جاهز ازاي؟ يعني ازاي في يوم وليله؟ قال الكابتن محمود الخطيب كان عنده ثقه كبيره جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، والامر معانا ما خدش اكتر من 5 دقائق في مكالمه هاتفيه. وقال قلت له احنا جاهزين، واعطانا الضوء الاخضر مجلس الاداره. فقال لي احنا كمان كنا مجهزين اكتر من فرقه، يعني الكابتن خالد بيقول انا كنت عامل كل الحسابات ان انا اقدم للنادي الاهلي اكتر من 30 لاعب. قال انا كان عندي استعداد ان انا اقدم 3 فرق تخوض، حتى ان كتبتها في العنوان ان احنا عندنا 3 فرق تلعب مع الكبار يعني. لكن التجربه رائعه جدا، العدد كبير جدا، لكن الوقت للاسف الشديد يعني الوقت كان صعب جدا عليهم. هسالك يا علاء دلوقتي بس يعني بعد التقرير، ابرز اللعيبه اللي لفتت نظرك؟ لا كتير. التقرير بيقول زي ما انت قلت في مقالك او حوارك مع الكابتن خالد بيه بالظبط، يعني يمكن التقرير اكثر من رائع بجد يعني. لكن انا بقول لحضرتك كابتن اسامه، اللعيبه دي ظلمت بس في توقيت بس الظهور، يعني كان النادي الاهلي بيتعرض لضغوط كبيره جدا، واللعيبه دي كمان نزلت الملعب بضغوط ما كانتش متحرره من القيود، كانت مطالبه منها انها تكسب. ويمكن الناس قد ايه احتفلوا بالفرقه دي او بالمجموعه المواهب الصغيره دي في ماتش الاتحاد اول مباراه ليهم، قد ايه يعني يكسبوا الاتحاد بعرض رائع جدا، بعد كده يكسبوا المصري. فكان ده امر اسعد جمهور النادي الاهلي جدا، لكن الظروف المنافسه على البطوله شويه ما خلتش اللعيبه دي تاخد حقها. يعني الجمهور قدرها بشكل كبير جدا، لكن الظروف كلها يعني كان في بعض اللاعبين كمان التوقيت كمان كان جه اثناء مشاركه منتخب مصر للشباب في بطوله كاس العرب في السعوديه. كنت اتمنى اشوف رافت خليل لو كان فعلا شارك مع المجموعه دي هياخد فرصه. لكن في التوقيت ده لما كان يكون موجود، يعني لو كان لعب مثلا 5 مباريات اللي فاتت او 6 مباريات، كنا دلوقتي بنتكلم على مشروع نجم كبير جدا في النادي الاهلي. حتى منتخب الناشئين اللي بكره ان شاء الله، اللي هو اول مباراه النهارده افتتاح البطوله، النهارده في الجزائر، عندنا 7 لاعبين اساسيين. وكابتن خالد بيبو كلمني عنه قال لك ان انا مش محظوظ في التوقيت كمان، يعني شوف هو بيقول انا عندي 30 لعيبه اقدمهم للفريق، لكن قال انا مش محظوظ في التوقيت، للتوقيت ده انا عندي النجوم الاساسيه، منتخب الناشئين كلهم من النادي الاهلي، منتخب الشباب عندي لعيبه كتيره جدا من النادي الاهلي. لكن الحمد لله يعني التجربه اعتقد نجحت بشكل كبير جدا. القوائم كمان السنه الجايه في بالنسبه لبطوله الدوري الممتاز مديه لكل نادي خمس لاعبين. لكن نتمنى بقى نشوف بقى النظام مسابقات الناشئين تكون ازاي، لان انت عارف احنا بتتغير عندنا النظام من مره لاخرى، يعني كل سنه بيلغوا قطاع او يلغوا بطوله ويقدموا بطوله، وده امر مزعج جدا. فان شاء الله باذن الله انا متفائل بشكل كبير جدا الفتره الجايه باذن الله. شايف التخطيط ازاي للنادي الاهلي ابتداه من حوالي ما يقرب من شهر بعد خلاص ما بطولة الدوري، وشفنا التحكيم اللي عمله في بطولة الدوري. مفروض انت النهاردة في بطولة الدوري في الأمطار الأخيرة مفروض يبقى كله بيشتغل وبيدي أفضل حاجة. تحكيم شفناه في مباراة المقاولين، شفناه في مباراة البنك الأهلي، شفناه في مباراة فاركو. قبل ما نروح للتحكيم، شفت ازاي النادي الأهلي بدأ تخطيطه للموسم القادم بإراحة اللعيبة الكبار او اللعيبه الاساسيه طبعًا. اللي بقى لها 3 سنين اللعيبه ما رايحتش طبعا مع النادي الاهلي او منتخب مصر، ودايما في الكوره بيكون في قوام اساسي اكيد طبعا. اللعيبه شفت التخطيط ده ازاي وبدا الدفع بلاعبين الناشئين؟ انا بقول حاجه، هو كان قرار حكيم جدا، يعني مجلس اداره النادي الاهلي ضرب عصفورين بحجر واحد، يعني انه ريح لعيبه الكبار بعد مجهود 3 سنين. وبنشكرهم جدا على اللي عملوه في 3 سنين ده بجد، يعني يعني 2 دوري ابطال افريقيا ويوصلوا فاينل البطولة الثالثة على التوالي، و2 سوبر افريقي و2 برونزيه كاس عالم، بجد يعني ده انجاز غير مسبوق، وبنشكرهم جدا عليهم يعني بجد. لعيبة النادي الاهلي خسرنا دوري، لكن ده امر طبيعي جدا، لكن بنشكرهم لانه اللي قدموه اكتر بكتير من خسارة بطولة الدوري. يعني انا بقول لحضرتك بطولة الدوري مهمة، لكن احنا عملنا ما هو اهم من بطولة الدوري. انت حضرتك بتتكلم دلوقتي على ان النادي الاهلي واحد، يمكن امبارح كان في تقرير بالصدفه عمله مؤرخ كره انجليزيه كبير جدا اسمه ديفيد كابل تقريبا، كان بيتكلم على اعظم عظماء الدوريات في بلادهم. يعني بيقول لك ايه اكثر الانديه في فازت بدوري في بلادها، يعني فكان بيتكلم على مفارقات كبيره جدا. فبيقول لك يعني القائمه دي عمل فيها 10 انديه، الاهلي كان الثامن، وقال ان النادي الاهلي تراجع مركز. الاهلي كان ترتيبه السابع لحد سنه 2020، ولما خسر الدوري سنتين ورا بعض في نادي اولمبيا تقريبا باراجواي، طلع مع خد نفسه على البطولات او زاد على النادي الاهلي ببطوله، خد 3 بطولات دوري.
فانا التقرير ده اسعدني جدا جدا. وبعد كده بيتكلم ان النادي الاهلي مش بس من الثامن في قائمه العظماء العشره، لا ده النادي الاهلي هو اول العظماء. ده قال لك لان انت لما تتكلم عن النادي الاهلي في الارقام القياسيه في مشاركاته في كاس العالم للانديه، لا كابتن اسامه لا هو ركز على نقطه مهمه جدا دي الناس ما تلاحظهاش. يعني قال لك النادي الاهلي هو اكتر نادي في العالم خد بطوله دوري في بلاده في اقل مساحه زمنيه. يعني انت بتتكلم على ان الاهلي خد الدوري في الدوري المصري 42 مره من 64 نسخه اقيمت. الدوري المصري بدا 48 مقارنه مثلا بفريز سيلتك مثلا اللي هو المتصدر جلاس كورينجرز الاسكتلندي المتصدر القائمه. الدوري في بلاده بقى له 122 سنه يعني قبلينا ب 50 سنه. فدي المفارقات يعني. وعشان كده بيقول لك ان ممكن يكون جلاس كورينجرز واخد الدوري 55 مره بس على مدار كام؟ أكبر. على مدار 150 سنه أكبر. لكن النادي الاهلي واخد 42 مره في كام؟ في في في, في 64 نسخه بس. وقعد يتكلم عليهم والحمد لله يعني كان تقرير رائع جدا جدا. وان النادي هيتفوق على انديه كبيره زي بنفيكا واياكس وريال مدريد وبرشلونه ومانشستر يونايتد. دي حاجه اسعدتنا جدا. والتقرير ده اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الناس تهتم بيه. واتمنى من الاعلام المصري انه يبرز التقرير ده بشكل كبير جدا. لو في مصر النادي الاهلي بينافس نفسه طبعا الأرقام. لا اكيد طبعا بالتاكيد بطولة الدوري والكاس والسوبر المصري بالنسبه للعالميه. انت النهارده انت بتنافس ريال مدريد على اكثر الانديه تتويجا من الارقام القاريه وبتحاول تقرب لريال مدريد. طبعا المنافسه بتاعت النادي الاهلي منافسه عالميه. عايز اسالك عن التحكيم لكن هروح لفاصل دلوقتي وبعد الفاصل التحكيم وشفت ازاي التحكيم في هذا الموسم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ علاء شفت التحكيم ازاي في الدوري المصري؟ النادي الاهلي ابتدى بدايه اكثر من رائعه. اكيد اكيد بيكسب الزمالك 5، بيكسب بيراميدز الاسماعيلي 4-0، 3 بيكسب الاسماعيلي في بدايه المشوار 4، سموحه المقصه 4، بياخد بطوله السوبر الافريقي في شهر 12، بياخد ثالث العالم في شهر 2. مظبوط مظبوط. الى ان بعد النهائي الافريقي وقلنا فعل فاعل تمام. مشوار الدوري والتحكيم مفروض في افضل او في الامطار الاخيره مفروض يبقى في افضل حالاته. شفنا مباراه البنك الاهلي، شفنا مباراه المقاولين، شفنا مباراه فاركو، وانت في الامطار الاخيره في بطوله الدوري. شوف يا كابتن اسامه انا بس عايزك يعني لو قلنا اكتر مباراه اثرت كان فيها ازمه تحكيميه هتلاقي كل مباراه فيها ازمه تحكيميه وخطا تحكيمي فادح هتلاقي النادي الاهلي كان طرف فيها وتلاقي النادي الاهلي هو الضحيه فيها. يعني حضرتك بدايه حتى المباراه اللي الاهلي كسبها 5-3 لما كسب الزمالك 5-3 دي كان فيها ازمه كبيره جدا. شفنا سمعنا لاول مره عن مصطلح اللي هو الاحتواء. شفنا بعد كده روح البروتوكول في ماتش الاهلي والبنك الاهلي والبنك الاهلي. كل مباريات اهم 5 مباريات في الدوري كان فيهم ازمات تحكيميه صارخه وفادحه كان النادي الاهلي طرف فيها وكان النادي الاهلي ضحيه فيها. ده اللي خصك الحال لما يكون كل اشهر 5 ازمات تحكيميه في الدوري المصري يكون النادي الاهلي طرف فيها ويكون النادي الاهلي ضحيتها تعرف ان النادي كان مستهدف تحكيميا بشكل كبير جدا الى يعني ان اتت مباراه فاركو الاخيره. لا لكن طبعا يعني دي اللي كانت كاشفه وفاضحه خلاص. يعني دي اللي كانت يعني دي اللي كانت وضحت تماما خلاص ان الاهلي مستهدف وان التحكيم ضد النادي الاهلي بشكل صارخ وواضح وكان معروف تماما. يعني دي اللي كشفت كل اللعبه. لكن انا كنت اتمنى يعني النادي الاهلي خد خطوه مهمه جدا لصالح التحكيم المصري لان اللي هيكون مستفيد مش النادي الاهلي بس، كل الانديه المصريه كلها تستفاد لما تتغير منظومه التحكيم المنظومه السيئه جدا جدا جدا. مش عايز اقول هي كلمه سيئه دي اقل حاجه ممكن تقال على منظومه التحكيم في مصر. النادي الاهلي خاض حرب لوحده ونجح لوحده وده قدر. النادي الاهلي دايما بيخوض كل القضايا ضد المساوئ او عيوب التحكيم المصري بيخوضها لوحده وده شيء محزن جدا. نجح النادي الاهلي زي ما نجح قبل كده في قضيته مع الاتحاد الافريقي ونهاية دوري ابطال افريقيا. خسر بطوله دوري ابطال افريقيا لكن رجع حقوق كل الانديه ان تتلعب مباراه النهائي يتلعب ذهاب واياب ماتشين. ده كان انتصار لكل الانديه. العوائد الماديه بشكل كبيره جدا بشكل كبير جدا. يعني النادي الاهلي بيخوض حروب بمفرده وفي الاخر خالص حصاد او يعني ايه زي ما بيقولوا النتيجه الكبيره بتقعد على الناس كلها. يعني النادي الاهلي مش هو المستفيد. النادي الاهلي انا اعتقد النادي الاهلي عمل رد فعل قوي جدا وكان بدعم كبير جدا من جماهيره في مباراه فاركو والناس كلها وقفت مع الاداره بشكل كبير جدا. لكن انا شايف ان اداره النادي الاهلي تاخرت جدا جدا. انا اعتقد ان لو كان النادي الاهلي خد الموقف ده بعد مباراه الاهلي والبنك بعد مباراته مع البنك الاهلي اعتقد كان الامور تختلف. احنا في مباراه البنك الاهلي في الدور الاول وكان فيها خطا تحكيمي فادح يكشف عوره التحكيم في مصر. انت قلت لسه قال دلوقتي حتى وانت كسبان المنافس 5 بتشوف طبعا بتشوف امور غريبه فانا بقول لحضرتك انا بقول لك كابتن اسامه والله لو كان النادي الاهلي خد الموقف ده اللي خده بعد مباراه فاركو
خدوا في مباراه البنك الاهلي، انا اعتقد كنا دلوقتي الزمالك بتتكلم كلام مختلف تماما تماما عن بطوله الدوري العام. كان الزمالك بيتكلم على ان النادي الاهلي يا اما بطل يا اما قاب قوسين او ادنى ان هو يتوج مثلا. كان ممكن المباراه الجايه دي مع ام بي دي كله ممكن يتكلم فيها ان النادي الاهلي يفوز ببطوله الدوري. انا بقول لحضرتك النادي الاهلي عمل موقف رائع جدا بس متاخر جدا. يعني انا باكد لحضرتك لو كان الموقف ده اتاخد بعد مباراه البنك الاهلي لا كان في حاجات كتير جدا تصلحها. طبعا طبعا 100%. شفت بعد قدوم كلاتنبرج او بمجرد نبأ وصول كلاتنبرج شفت الحملات ازاي عليه من حكام مصريين؟ اتحدوا كلهم ضد الراجل. هل النهارده الناس دي مش خدت فرص وما تمش تطوير التحكيم المصري؟ لما نجيب واحد اجنبي النهارده ممكن يتطور على ايده التحكيم، نسانده ولا نحاربه من بدايتها؟ لا، ما انت كده بتقطع عيشه، بتقطع السبوبه، بتقطع حاجات كتير جدا، بتطلع مصالح كبيره جدا، انت بتغير لجنه كامله. فطبعا لازم، انت عارف اصلا التحكيم المصري اصلا ما شاء الله لوحده، هو اصلا لوحده منقسم على نفسه. يعني انت حضرتك انت دلوقتي اكيد تسمع عن جروبات الواتس في التحكيم المصري، يعني ما شاء الله. يعني حضرتك لو اي حكم معتزل وقلت له على جروب الواتس ده هيحكي لك بلاوي فيه بتحصل. مهازل بتحصل في الجروبات دي، هو اصلا منقسم لوحده. الانقسام ده توحده لما جه المدرب الخبير الاجنبي، لان الانقسام ده دي مجموعه بتحارب مجموعه عشان دي تكون موجوده، ولما دي تكون موجوده الثانيه بتحارب عشان تكون هي الموجوده مكانها. فبالتالي توحدوا لما خافوا على اكل عيشهم. قال لك لا، انت تاخد مره واحنا ناخد مره، لكن احنا الاثنين كده هنبقى بره اللعبه خالص. لما جه كلاتنبرج فعشان كده توحدوا ضده. ده امر طبيعي جدا. احنا شفنا راجل قبل ما يشتغل ده لسه جاي في الطريق وشفنا بقى ان هو فشل في الدوري السعودي وفشل في اليونان وفشل مش عارف ايه. طب ما قلتوش ليه من الاول؟ لكن لما الامر تعرض لقطع عيشهم او مش لقطع عيشهم، لقطع السبوبه. انا عايز جدا، هي سبوبه فعلا. التحكيم المصري بقى سبوبه، مجاملات صارخه جدا. وعارف ان في ناس كتير جدا عارفه ان بتخش القائمه الدوليه بمجاملات، عارفه التعيينات بمجاملات. شفنا الراجل اللي كان مسؤول، الراجل بتاع تقرير الفيديو ده اللي اسمه مش عارف السيد مراد ده اللي قعد 20 سنه ما حدش يسمع عنه حاجه. اول ما الراجل جه والراجل قال لك ايه المهزله اللي حصلت في مباراه الاهلي وفاركو، الراجل قال لك لا انا كده هتكشف وهتفضح، راح مقدم استقالته طبعا على طول. شفت النهارده محمود عاشور بعد الخطا بتاع النادي الاهلي عصام عبد الفتاح بيعينه في ثاني مباراه. النهارده استبعاد محمود عاشور بقاله فتره طبعا، وقت كلاتنبرج طبعا، بعد ما كلاتنبرج اقر بهدف النادي الاهلي طبعا، صراحه هدف النادي الاهلي. هو كابتن عصام بس كان عايز، يعني عايز يثبت ذاته بس في توقيت الخطا وبطريقه خطا. النادي الاهلي بس طبعا يعني هو في ماتشات الاهلي بس، هو كان بس ايه يعني، عارف اللي هي يعني حلاوه الروح. يعني الراجل عارف كده ان هو هيمشي، فقال لك اعمل حلاوه روح، يعني احاول بس اثبت للناس ان انا فير، ان انا ما بتهددش، ان انا ما بخافش، ان انا ما بظلمش. لكن طبعا كان خلاص، يعني سبق الصيف العزل، الناس كلها كانت عارفه خلاص ان الفضيحه التحكيم المصري. والله يا كابتن اسامه، والله يعني لو الناس اتكلمت على فضائح التحكيم المصري والمهازل اللي بتتم في الكواليس، اعتقد ان في حكام كتير جدا اللي يمشوا. شفت التصريح اللي قاله الكابتن سمير محمود عثمان لما قال لك الحكم اللي شاف الفيشه؟ لا، انا بقول لحضرتك والله لو سمعت الكواليس يا كابتن اسامه، والله لو الكواليس دي، انا متاكد، انا واثق 100% ان في حكام دلوقتي موجودين دلوقتي، لو الكواليس دي طلعت هيبطلوا التحكيم في مصر، لان عندهم في بلاوي زي ما بيقولوا. واحنا طبعا بنشكر النادي الاهلي لان هو صلح المنظومه الفاسده، المنظومه العرجاء، لان هما كانوا حتى لما كانوا عايزين الراجل ما يجيش ويمشي عصام فتاح يجي حد تاني، والحد التاني ده معاه رجالته، وخش برجالتك يا فرج مش عارف زي ما كانوا بيقولوا كده. والله عشان هو ياخد، ده ياخد دور وده ياخد دور، للاسف الشديد. يعني اهم مبدا في لعب البطولات مبدا العداله، ان يكون في عداله على الجميع. النهارده بيقر للانديه بدخول جماهير 2500 واحد لكل نادي. بتشوف النادي الاهلي جماهيره 2500 في المدرج، مظبوط. بنشوف انديه اخرى العدد ممكن يتجاوز ال 7 8000 و10000. شايف الوضع ده ازاي؟ واحنا النهارده بنقول ان يكون في عداله حتى في حضور الجمهور. هو النادي الاهلي النهارده لو فتحت لجمهوره مش هيملى الاستاد؟ طبعا يا كابتن اسامه، انت حضرتك لما تشوف لما جماهير النادي الاهلي بتشكو انه بعد ربع ساعه من فتح التسجيل لاي مباراه، بعد 10 دقايق بالظبط، بعد 10 دقايق بتلاقي على طول السوشيال ميديا بتتكلم ان التذاكر خلصت، ان السيستم وقع. طب المنافس ده او الانديه الثانيه دي بقى ايه السيستم وقعش؟ يعني السيستم بيقع في ماتشات الاهلي بس. الحضور بيكون
منبهين قوي على الحضور ومركزين قوي على الحضور في مباراه الاهلي بس، بنشوف الانديه الثانيه بيطلع مش عارف 60 اتوبيس ولا 66 اتوبيس بيسافروا وراهم والحجز على السيستم النهارده مش فيه حجز ومعاك لا طبعا لا طبعا ازاي بتدخل الاستاد وازاي انا مش عارف ازاي يعني وانت العدد بتاعك 2500 مشجع يعني ازاي نشوف 10000 في مباراه ازاي او 8000 ازاي؟ طبعا دي يسال فيها اتحاد الكوره ويسال فيها الشركه المنظمه او المسؤوله عن هذا النظام. فعلا لازم فيها تحقيق عاجل يعني يبرروا لنا ازاي بالاعداد الموجوده ازاي يعني هل انتوا بتفتحوا للاهلي او للاهلي مخصص ليه 2500 والثانيه بتحط صفر تبقى 25000؟ ده طبعا مهزله يا كابتن اسامه. والله فعلا مفيش عداله في مصر في اي مفيش عداله في اي حاجه، كل حاجه هنا ماشيه غلط وكل حاجه تستوجب فعلا فتح تحقيق. احنا هنفتح تحقيق في الملاعب وفي الدخول الجماهير وفي التحكيم وفي كل حاجه. انا مش عارف بجد والله يا كابتن اسامه، هو موسم صعب جدا على الكره المصريه، ولكن النظام لو مشي بالشكل ده اعتقد ان الامور هيبقى فيه ازمات اكبر واكبر. يعني نتمنى العداله، نتمنى العداله الله. هي دي اللي احنا طالبينها، العداله. بس ما تحطوش حتى للجمهور يا كابتن اسامه، يعني حتى الجمهور كمان بيبقى فيه محاباه يعني مش ممكن. لا مش مرسل ليه يا كابتن، قدام الكاميرات بنشوفه في المباريات، جمهور النادي الاهلي عدده بيحضر 2500 بيحجز على السيستم وبيدخل، وانديه اخرى بنشوف العدد بيوصل ل 10000. والله ده كانوا طالعين عمره والله. شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك يا كابتن اسامه، ربنا يخليك دايما نستمتع بيك على قناه الاهلي. حبيبي يا كابتن اسامه، ربنا يخليك، تسلم، ربنا يعزك. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده مع ضيفي الاستاذ علاء عزت. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير وحلقه جديده من الأشباح.